ايه رايكم يا ستات نبدا على طول بالبيوت لبس؟ والنهارده هنتكلم على الاخطاء اللي بتعملوها في اختيار اللبس في الشتاء. اوكي ركزوا معايا كده وهتلاقوكم بتعملوا الاخطاء اللي انا بقول لكم عليها. اول حاجه خالص وهنشوف صور معانا، كولون اوباك على فستان سواري. انا اللوك ده يا جماعه ما بفهموش. يقول اصل الدنيا برد، خلاص نلبس فستان طويل، لكن اوباك على فستان سواري مرفوض. لا تقولي لي لوك ولا ملوك، ده فستان سواري. وتقولي لي طب اجيب كولون اوباك فاتح غامق، لا، الاوباك ده كاجوال، ما ينفعش يتلبس على فستان بترتر ولا فستان سواري اصلا، فده مرفوض تمام. تاني حاجة البوتس القصيرة، البوتس القصيرة اللي هي بتبقى برباط اللي هو ده، بلاقي ناس لابسين ده على تايور أو على بدلة كلاسيك، ما ينفعش. البوتس دي كاجوال، هي طبعا مريحة جدا وجميلة جدا وكلها كاجوال، لكن برضو نرجع للوك، كل واحد بقت عايزة تعمل لوك فتحط حاجات غريبة. في لوكس بتبقى غريبة بس حلوة، بس في حاجات أساسية ده ما يتلبس أبدا على حاجة كلاسيك. الخطأ الثالث اللي بتعملوه البولوفرز السميكة جدا أو الأوفر سايز على جاكيت ضيقة. ليه؟ طب ما أنا إما أجيب جاكيت واسع يا إما ألبس بلوفر ينفع يتلبس مثلا تحت الجاكيت اللي أنتوا شايفينه. فاللوك ده غلط، اللوك ده بيبان أكن أولا أنت بتبقي متضايقة جدا وتحس ان انت مش عارفه تحركي ايديكي، نمره اتنين شكله شايفين الجاكيت مكرمشه ازاي، فتحت الفيتد جاكيتس لازم يتلبس بلوفرز رفيعه، وممكن رفيعه مش سميكه يعني، وممكن على فكره بيكونوا بيدفوا جدا يعني مش بس بالشرط عشان هم رفيعين يعني. اوكي الخطا الرابع البنطلونات اللي مثلا زي البدله اللي انتم شايفينها دي الكلاسيك، اوكي، وعليها البوت ده. طيب هتقولوا لي ايه الغلط؟ الغلط ان انا مش المفروض البوت يبان لما اقعد او الشراب يبان. هتقولي بس انا عايزه البس بوت على بدله، مفيش مشكله ان بيبقى فيه بوتس كلاسيك، بس البوت تبقى عاليه بحيث ان انا لما اقعد البوت تبقى باينه. يا اما على البدل سوري يتلبس بقى حذاء كلاسيك عادي او حتى جزمه كلاسيك، والجزم كلاسيك اللي برباط موضه جدا، لكن مش الانكل بوت دي واقعد وكل شويه الشراب يبان. ومش بس كده، لما بيبقى كمان البنطلون ضيق من تحت اللي بيحصل انه بيخش بقى جوه البوت وتحس انك طول النهار شكلك مبهدل. الخطا اللي بعد كده القمشه الصيفي على الشتوي، ده طبعا مثلا حاجه زي كده بنطلون صيفي رسمي ما ينفعش بقماشته بنقشته ومحط عليه بلوفر او جاكيت. هو دي طبعا بتحصل لنا اوقات واحنا طالعين من الصيف داخلين على الشتاء، بس الناس يعني فاهمه زي مثلا احنا لحد دلوقتي ما نقدرش نقول الجو برد قوي تلج زي كل سنه، فتقول مش مشكله حاجه صيفي على الشتاء. اللوك ده غلط وحش وبيبان، وعلى فكره هي مش بالالوان، ممكن يطلع موضه ابيض في الشتاء على فكره يعني كبنطلونات، بس هتلاقيه صوف هتلاقيه حاجه شتوي. فالصيفي على الشتوي خلط القمشه دي مش كويسه. الالوان، في الوان كده مرفوضه في الشتاء، اوكي، زي نيون ده صيفي عيننا ما تجيبوش في الشتاء ومش هتلاقوا اي حاجه لايقه معاه في الشتاء. لكن هتقولوا لي ممكن يعني الفوشيا غلط وكده، لا، بس مش النيون مش الفوسفوري، ده صيفي صيفي رسمي. ففي الوان شتويه مش بالشرط زي ما بقول لكم ممكن يبقى الابيض يطلع موضه، اوكي، او لو طلع حاجه زي كده لوك او تقليع، لكن كالعادي اكيد لا. برضو من الاخطاء الثانيه صندل على كولون، دي برضو بنشوفها فين يا جماعه؟ بنشوفها في الافراح، ما يبقاش عندها غير صندل، اوكي، وهو الصندل اصله ذهبي ولايق مع الفستان وحط عليه كولون. طبعا هتقولي طب ما انا ممكن البس كولون فوال كريم، هيبان برضو انك لابسه لان من عند الصوابع هيبان الحته بتاعه الكولون، فده برضو لا. وعموما دايما في الشتاء لازم نلبس احذيه شكلها مش حلو الصنادل، ولا في السواري ولا في غير سواري. برضو دي خطا بتعملوه، قميص اوكي والدنيا برد بقى ومحطه بلوفر ده من تحته عايزه تدفى. على فكره ممكن تلبسي بلوفرات ما تبانش خالص، ممكن تبقى بفتحه في الكمام تبقى قصيره شويه، والاحسن من والاحسن الفانيلات يا جماعه، الفانيلات التيرمينال اللي هي بتدفي فرن اللي هي بكمام طويله، في فانيلات بتدفي جدا وممكن تبقى بفتحه في، لكن بلوفر تحت قميص، طب بلوفر فوق القميص لكن تحته بيبقى شكلنا لما بشوف المنظر ده بحس ان انا ايه طالعه من السرير لابسه بيجامه او حاجه، منظر مرفوض تماما.
حاجة برضو لخبطت الأقمش على بعض، اللي هو إحنا دخلنا في الشتاء بقى، فنحط بقى الفرو مع الجلد مع القطيفة مع القطيفة المضلة مع الجينز. لأ أوكي، ممكن نخلط حاجتين مع بعض بس مش كوكتيل، مش جينز مع جلد مع قطيفة مع قطيفة مضلة مع فرو. لازم برضو نبقى محددين شوية إحنا بنخلط إيه على بعض. الخلط مش غلط، بس الخلط الصح اتنين فقط، لكن ما خلطش مليون مش على بعض. واخر حاجه ومش عايزه اشوفها في الشتاء، الحذاء الابيض الكلاسيك، مش شتوي مش شتوي. ده كده يجي الشتاء هتقولي ما حذاء ماشي مرفوض، هتلبسيه على ايه؟ قوليها تلبسيه عليه صيفي رسمي. ده اول ما يجي الصيف، اول ما يجي الشتاء ناخده ونحطه في الدولاب ونطلعه تاني لما الصيف يجي.